تحتفل يوم غد السبت الموافق 13 من يناير 2018 مؤسسة القلب الكبير بالذكرى الأولى من تأسيسها، وذلك بقصر 15 من يناير. وبهذه المناسبة استقبلت سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو ورئيسة مؤسسة القلب الكبير عدد من الفنانين ورجال المسرح التشادين والأفارقة الحبيب حامد محمد. تبقى إلا 24 ساعة ومؤسسة القلب الكبير التابعة لسيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو تطفئ شمعتها الأولى، وذلك يوم غد السبت الموافق 13 من يناير 2018. سنة كاملة من العطاء المتواصل في مختلف مجالات التكافل الاجتماعي والإنساني والخيري، كفالة أيتام، معالجة مرضى، استغاثة منكوبين، ودعم المدرسة التشادية وحفر آبار المياه وغيرها، كانت كلها نتاج سنة كاملة من العطاء الإنساني من قلب كبير لصاحب مؤسسة القلب الكبير هند ديبي إتنو. سنوية مؤسسة القلب الكبير ما فتيت إلا وكان لها صدى عارما في نفوس فناني تشاد وأفريقيا الذين يحبون بوادر الخير من أهل الخير. هكذا هو فحوى اللقاء الذي جمع سيدة تشاد الأولى هند ديبي إتنو مع نخبة من نجوم الفن والغناء والمسرح والطرب التشادي والأفريقي، في مقدمتهم أم سنجاري ورواد ساحل العاج في لونية الزوغولو ماجيك سيستم، ونجم التراثية المالية الشهير سيديكي جاباتي، والمتألق التشادي ماندوي، وسفراء الأغنية التشادية في كندا هاش ساو وسيتسون القوي الذي غنى للمرأة التشادية، ومحمد ألي دارسيلا الذي غنى لجمال تشاد ورونقها، وعدد كبير من رجال المسرح التشادي والأفريقي في مقدمتهم الساحل العاجي جو الذي يرسل البسمة والضحك في شفاه الأفارقة والعالم. وموعد اللقاء كان بعد ظهر اليوم في القصر الرئاسي هنا في العاصمة أنجمينا. كل هؤلاء الفنانين والمطربين جاءوا ليتقاسموا فرحة العمل الاجتماعي مع مؤسسة القلب الكبير في شمعتها الأولى. اللقاء كان بمثابة لقاء أخوي عميق تقاسمت فيه سيدة تشاد الأولى هند ديبي إتنو مع رسل الفن التشادي والأفريقي البسمة التي اعتادت أن ترسلها لكل الطبقات الضعيفة في المجتمع. وانتهزت سيدة تشاد الأولى هند ديبي إتنو هذا اللقاء لتقدم كل دعمها وشكرها لفناني أفريقيا. ومن جانبهم أبدوا الفنانين استعدادهم الكامل لمرافقة مؤسسة القلب الكبير في دربها السليم من القلب السليم، وأكدوا في اللقاء بأنهم على عزم متواصل من أجل رفع معاناة شعوب أفريقيا والتي بدأت هنا من بوادر إنسانية نبيلة من مؤسسة القلب الكبير. كلنا نقف وراء البريم الدام في الفكر الكبير اللي اليوم قاعد تسويه، اللي هو الكونسير الكبير لمساعدة الأطفال الدقاق عشان يبنوا لهم سنتر. أن احنا فرحانين وأن احنا نقف وراء هذا الفكرة، ونشكر بريم الدام من تأسيسها للجراند كير نشكره كثير، والفكرة الثانية هسه لتأسيس السنتر ده نحن نشكره ونقف وراء هذا. وسيشارك كل هؤلاء الفنانين يوم غد في حفلة ساهرة بقصر 15 من يناير وسط حضور عدد من سيدات أفريقيا الأول وحضور آخر رسمي يضم عدد كبير من رجال المال والأعمال وأرباب العمل، وذلك من أجل حشد مبلغ مالي بغرض بناء دار للأيتام والأطفال المشردين ومركز للتأهيل هنا في العاصمة أنجمينا.